بزاف د العيا ما غاديش نتبعوا بالحق مزيان باش نشوفوا ملي ولا يسعبنا غير غندخلوا في التيرا غنربحوا الماتشات خصنا نحتاو كثر من بعد كاين لا فاتيك كاين دي زابسون خصنا نتعلموا من هاد الماتشات هاد الشيء اللي غنشوفوا شنو ما درناش مزيان كاين ماتش ديال جنوب افريقيا اللي ما غاديش يكون سهل دابا اي فرقه باغي تربحك والتعادل اللي لهم مزيان دونك فوالا غنتعلموا في لي بلوك با حتى في لي ترانزيسيون خلينا بزاف ديال لي زوكازيون اللي لهم لا بروميير ميتو ما عجبتنيش هاك مزيان شفنا الدراري كاين اللي خصهم يهزوا البلاصه ديالهم اللي بينوا اللي يقدروا يكونوا معنا مازال غنخدموا حق مزيان لينا مزيان سي بون اوبوزيسيون غنتعلموا من هذا الشيء شكرا للجمهور اللي جا يسمحوا لنا على المستوى ديالنا اليوم وليد دخلتي اليوم مجموعه من العناصر اللي منهم اللي كانوا كيلعبوا المنتخب الوطني بحال اسامه الادريسي بحال عمران لوزا دخلتي كذلك اسماعيل مجموعه من العناصر كيف جاك الاداء ديالها في هذا الماتش ديال اليوم وشربنا اللعابه كان اليوم باش نجربوا وكنشوفوا ملي كنبدلوا بزاف ديال اللعابه لوساتيود شويه ماشي سهله ليهم ما عطيت لهمش كادو بحال كان خصني نجربهم اليوم اللي مهم هي لا دوزيام ميتون كانت شويه لا رياكسيون جاونا لي زوكازيون كثار مشينا بريسينا حسن مع لانتونسيتي بروميير ميتون ما مشيناش بهاد لا مونتاليتي دونك مزيانه سا مو دون موا دي سيرتيتود على الفوتور وغنزيدو نخدمو ان شاء الله سيس اليوم ما كانش هو الكابيتان ديكيب كان حكيم زياش هو الكابيتان كنعرفوا انه الدور ديال القائد وسط الفرقه كيلعب واحد الدور كبير وشفناه في المونديال شفناه مجموعه مباريات اللي كان بمثابه مدرب وسط الميدان كيف جاك الاداء ديال حكيم زياش في القياده وكذلك واش نقدروا نقولوا انك توجد قائد جديد للمنتخب الوطني المغربي لا كنجرب شوف حكيم حتى انا غراند كوب دي موند بحال اليوم باش ما نكذبش جو ساتيسفي دو بيرسون سورتو ديال ليتا ديسبري il faut qu'on respecte l'adversaire اليوم لاعبين في الدار مع الجمهور ديالنا كنخصنا نكونوا حسن دونك ما غاديش نتبعوهم ملي كنكونوا مزيانين كنقولها اليوم ما كناش غنشوفوا لا رياكسيون في جنوب افريقيا وحنا غاديين لوبجيكتيف ديالنا هو لا كوب دافريك دونك غنخدموا عليها سان بون افيرتيسمون بالنسبه لنا باش الدراري يعرفوا اش كيتسنى لهم ان شاء الله شكرا وليد شكرا اذا كان هذا التصريح ديال الكوتش وليد الركراكي اللي تحدث على المباراه تحدث كذلك